أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أبنائي؟ أتمنى لكم تمام الصحة والعافية. طيب، أنتم ستبقون معنا في حلقتنا اليوم، الحلقة الجديدة لتعلم اللغة العربية للسنة الثانية. فأنا عين الهوى بنت محمد يحيى، مقدمتكم لهذا البرنامج الممتع. موضوعنا اليوم العالم بين أيديكم. يا أبنائي، اليوم أريد أن أحملكم معي إلى البلدان الجميلة في العالم. هيا نتجول معا. أولا، هيا نتجول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. ثانيا، هيا نذهب إلى سويسرا. وأخيرا، هيا نرجع إلى بلدنا ماليزيا، بلد جميل وممتع. لاحظوا يا أبنائي، نستطيع أن نذهب ونتجول إلى أنحاء العالم في أسرع وقت بالإنترنت. العالم بين أيديكم. قبل أن نواصل درسنا اليوم، هيا نتعرف على معيار التعلم المطلوب. أولاً، تستمعون إلى الكلمات والاستجابة لها. ثانياً، أنتم قادرون على قراءة الكلمات قراءة صحيحة مع الاستيعاب. ثالثاً، أنتم تنطقون الكلمات نطقاً عربياً وتستخدمونها شفهياً حسب المواقف. رابعاً، أنتم تنطقون الجمل المفيدة المتكونة من ثلاث كلمات نطقاً عربياً وتستخدمونها شفهياً حسب المواقف. يا أبنائي، نبدأ درسنا اليوم بالاستماع إلى هذه الكلمات. أولاً، نستمع إلى الكلمات من نوع الاسم. يا طلاب، استمعوا إلى الكلمات ثم رددوها. الطالب، الطالب، الطالبة، الطالبة، الإنترنت، الإنترنت، كمبيوتر، كمبيوتر، الخط، الخط، الموقع، الموقع، التكنولوجيا، التكنولوجيا، البريد، البريد، الدردشة، الدردشة، المعلومات، المعلومات، الإيجابي، الإيجابي، السلبي، السلبي، الألعاب، الألعاب، النافعة، النافعة،
الممتعة الممتعة. الآن نستمع إلى الكلمات من نوع الأفعال. يبحث يبحث. يختار يختار. يتصل يتصل. يرسل يرسل. تتعلم تتعلم. تتجول تتجول. ينزل ينزل. يحمل يحمل. يستخدم يستخدم. الحمد لله، شكرا على حسن انتباهكم. قد انتهينا من الاستماع إلى الكلمات المهمة لموضوعنا اليوم. والآن يا تلاميذي الأحبة، هيا نأتي إلى النشاط الأول. يا أبنائي، الآن انظروا إلى هذه الصورة ثم سموا الأسماء الصحيحة. طيب، هيا ننظر إلى الصورة الأولى. هل انتهيتم؟ أحسنتم. الآن هيا نناقش الإجابة. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الأولى؟ صحيحة، الكلمة المناسبة للصورة الأولى هي الخط. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الثانية؟ أحسنتم، الكلمة المناسبة للصورة الثانية هي الكمبيوتر. انظروا الآن إلى الصورة الثانية. هل انتهيتم؟ أحسنتم. الآن هيا نناقش الإجابة. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الأولى؟ صحيحة، الكلمة المناسبة للصورة الأولى هي الطالب. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الثانية؟ أحسنتم، الكلمة المناسبة للصورة الثانية هي الألعاب. انظروا الآن إلى الصورة الثالثة. أحسنتم، الآن هيا نناقش الإجابة. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الأولى؟ صحيحة، الكلمة المناسبة للصورة الأولى هي الإنترنت. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الثانية؟ أحسنتم، الكلمة المناسبة للصورة الثانية هي المعلومات. طيب، انظروا الآن إلى الصورة الرابعة. هل انتهيتم؟ أحسنتم. الآن هيا نناقش الإجابة الصحيحة. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الأولى؟ صحيحة، الكلمة المناسبة للصورة الأولى هي الإيجابي. طيب،
ما هي الكلمة المناسبة للصورة الثانية؟ أحسنتم. الكلمة المناسبة للصورة الثانية هي السلبي. أيها الطلاب، انظروا الآن إلى الصورة الخامسة. هل انتهيتم؟ أحسنتم. الآن هيا نناقش الإجابة. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الأولى؟ الكلمة المناسبة للصورة الأولى هي التكنولوجيا. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الثانية؟ الكلمة المناسبة للصورة الثانية هي الدردشة. أحسنتم يا أبنائي. الآن ننتقل إلى الأفعال. انظروا إلى هذه الصورة ثم سموا الأفعال الصحيحة. طيب، هيا ننظر إلى الصورة الأولى. هل انتهيتم؟ أحسنتم. الآن هيا نناقش الإجابة. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الأولى؟ الكلمة المناسبة للصورة الأولى هي ينزل. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الثانية؟ الكلمة المناسبة للصورة الثانية هي يحمل. الآن ننظر إلى الصورة الثانية. هل انتهيتم؟ أحسنتم. نناقش الآن الإجابة. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الأولى؟ الكلمة المناسبة للصورة الأولى هي يبحث. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الثانية؟ الكلمة المناسبة للصورة الثانية هي يختار. ما هي الكلمة المناسبة للصورة الثالثة؟ الكلمة المناسبة للصورة الثالثة هي يتصل. طيب، هيا ننظر إلى الصورة الثالثة للأفعال. هل انتهيتم؟ أحسنتم. الآن هيا نناقش الإجابة. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الأولى؟ الكلمة المناسبة للصورة الأولى هي يرسل. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الثانية؟ الكلمة المناسبة للصورة الثانية هي تتجول. طيب، ما هي الكلمة المناسبة للصورة الثالثة؟ الكلمة المناسبة للصورة الثالثة هي تتعلم. قد انتهينا من تسمية الصور بالكلمة. والآن يا تلاميذي الأحباء،
هيا ننتقل إلى النشاط الثاني. ماذا تسمع؟ من خلال هذا النشاط تعالوا نحدد الكلمة الصحيحة التي توافق الكلمة المنطوقة من قبل أنا. مستعدون؟ هيا نبدأ. استمعوا جيدا إلى الكلمة ثم اختاروا لونا صحيحا للكلمة المذكورة. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الأولى. يبحث، يبحث. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الثانية. يختار، يختار. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الثالثة. يتصل، يتصل. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، جيد. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الرابعة. يرسل، يرسل. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. نستمع الآن إلى الكلمة الخامسة. تتعلم، تتعلم. أيهما صحيح يا طلاب، الأخضر أم الأصفر؟ ماذا؟ مرة أخرى؟ نعم صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. نستمع الآن إلى الكلمة السادسة. تتجول، تتجول. أيهما الصحيح، الأخضر أم الأصفر؟ نعم صحيح، لون أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ممتاز. نستمع الآن إلى الكلمة السابعة. ينزل، ينزل. أيهما صحيح، الأخضر أم الأصفر؟ نعم صحيح، لون أخضر. أحسنت، إجابتك صحيحة، مبارك. طيب، هيا نستمع إلى الكلمة الأخيرة. يحمل، يحمل. أيهما الصحيح، الأخضر أم الأصفر؟ نعم صحيح،
لونه أصفر. أحسنت، إجابتك صحيحة، ألف مبارك. طيب، أحسنتم، قد انتهينا من النشاط الثاني، والآن يا تلاميذي الأعزاء، هيا نستمر بالنشاط الثالث. أنا أصنف. طيب يا أبنائي، انظروا إلى هذه الكلمات ثم صنفوا بين الأسماء والأفعال. الطالب، الإنترنت، يبحث، الخط، يتصل، كمبيوتر، يحمل، تتجول. الآن ضعوا الإجابة في هذا الجدول. هل استعدتم؟ هيا نصنف. طيب، نبدأ بالكلمة الطالب. هل هي اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ نعم، الإجابة صحيحة، هي من نوع الاسم. ممتازون. طيب، ننتقل إلى الكلمة الإنترنت. هل هذه الكلمة اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ نعم، بالضبط، الكلمة من نوع الاسم. مبارك. طيب، هيا نضع الكلمة يبحث. هل هي اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ طبعاً، سهلة جداً، الجواب هنا الفعل. ممتازون. طيب، ننتقل الآن إلى الكلمة التالية، وهي الخط. هل هذه الكلمة من نوع اسم أو فعل؟ ما المجموعة لها؟ أحسنتم، إجابتكم صحيحة، نضعها في اليمين لأنها اسم. مبارك. طيب، ننتقل إلى الكلمة يتصل. هل هذه الكلمة اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ نعم، الإجابة صحيحة، هي من كلمة الفعل. طيب، ننتقل إلى الكلمة كمبيوتر. هل هي اسم أم فعل؟ وأين سنضعها؟ نعم، صحيحة، هي من كلمة الاسم. ممتازون. طيب، ننتقل إلى الكلمة يحمل. هل هذه الكلمة اسم أم فعل؟ نعم، الإجابة صحيحة، هي الفعل. أحسنتم. طيب، ننتقل إلى الكلمة تتجول. هل هي اسم أم فعل؟ أين سنضعها؟ نعم، الإجابة صحيحة، هي أيضاً الفعل. أحسنتم. أيها الطلاب، هيا ننتقل إلى النشاط الآخر. في هذا النشاط
أنتم ستبنون الجمل حسب الصورة والكلمات المعروضة. هيا ننظر الآن إلى الصورة الأولى. هل تستطيعون بناء الجملة من الصورة؟ مبارك يا طلاب، الجملة الصحيحة هي: الطالب يبحث عن المعلومات. هيا ننظر إلى الصورة الثالثة. كيف أيها الطلاب؟ هل تستطيعون بناء الجملة من الصورة؟ مبارك لكم. الجملة الصحيحة: الطالب يتجول في الموقع الإيجابي في الإنترنت. مبارك أيها الطلاب، أنتم تستطيعون بناء الجمل الصحيحة. طيب يا أبنائي، أختتم بهذا القدر. سنلتقي في المرة القادمة إن شاء الله. لا تنسوا للتجول في المواقع الإيجابية، ولا تتجولوا في المواقع السلبية. إلى اللقاء، مع السلامة.